موضوع اختلاف جهات سياسية، اكو جهة سياسية تريدهم يطلعون ستنغم والله جهة سياسية لا بالتأكيد اكو جهة سياسية تريدهم يطلعون حيرتك الجهة السياسية ليش تريدهم يطلعون هاي الجهة السياسية لان اولادهم واحنا من نقدر نحكي لا مو حتى نفهم ستنغم لان والله هسه اجوبتك كلها مطاطية الجهة السياسية تدعم الارهابيين هذول الارهابيين اولادهم يعني مو يعني يقول لك اي اولادهم أو فيدافعون عن ولدهم أكيد يدافعون عن ولدهم الطرف الآخر يعني يسمح لنا ما يسمح لأنه اللي صار بالحشد أو مثل ما ذكر الأستاذ سبايكر كلهم مين كلهم من جهة الشيعية صح لو أنا غلطانة صحيح كلهم ولدنا نحكيها هيك اي نحكيها اكيد احنا ما راح نقبل بهذا ما نقبل بموضوع العفو العام للارهاب بس البعض انزج بموضوع الارهاب بدون اي دليل مجرد المخبر السري خبر عنه فكره اذا هذول الجماعه هذا الشخص اكيد اني اكيد اني مو ضده اذا ممكن اعاده التحقيق باوراقه بس واثبات اعاده التحقيق لازم يظهر دليل حتى يعيدون التحقيق من جديد اذا ما ظهر دليل شلون راح يعيدون المحاكم مو إعادة المحاكمة إعادة المحاكمة بالدليل إعادة التحقيق هذه موافقة دليل. موافقة من خلال مو هو العفو راح يكون بشرط الشرط يكون موافقة بإعادة النظر بالتحقيق